السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن أفراح أهالي العريش اللي حصلت وبعدين اتقلبت مياتم بعد كده النهاردة. امبارح طبعا صدر حكم قضائي، المفروض يا قضائي، خد بالك من كلمة القضاء في مصر، اللي كلنا بنحترم قضاء أحكام القضاء على رأي السيسي ورجاله. الحكم ده طبعا بيوقف الإزالات اللي بتحصل لأهالي العريش بحجة إن هم عايزين يوسعوا الميناء، يعملوا ميناء العريش يوسعوها، فبالتالي بيزيلوا أي حاجة في أي وقت في أي مكان بدون لا ضابط ولا رابط. وسيبك بقى موضوع التعويضات والكلام، الحاجات الكرتونيه ديت اي كلام يعني بيتقال. الاهالي طبعا في وقفه محترمه جدا، والقضاء طبعا انصفهم، ودي من النوادر اللي بتحصل ان القضاء في مصر بينصف الحق دلوقتي في عهد السيسي. وبالفعل خد حكم من القضاء الاداري بوقف الازالات. الناس طبعا امبارح فرحت وهللت وحسوا ان هم انتصروا لارادتهم، ان ما حدش كسر ارادتهم، ما حدش جه عليهم، وكانت النتيجه ان الازالات وفقا للحكم القضائي ازيلت. وبالفعل الادارات رجعت، والقوات الامنيه او الحملات الامنيه اللي كانت رايحه علشان خاطر تهد البيوت وقفت تماما وعادت الى سكنتها. ده الكلام ده امبارح. النهارده عادت نفس الحملات دي بس من غير اللوادر اللي بتهد البيوت، لكن حملات امنيه مكثفه على بيوت كل الاهالي تقريبا، وبياخدوا بقى ايه، بياخدوا الرجاله اللي في البيوت. وده اللي حصل النهارده من فجر النهارده، مداهمات لكتير جدا من بيوت او غالبيه بيوت اهالي العريش اللي كانوا بيتظاهروا ضد هدم بيوتهم، او الناس اللي كانت بيوتهم هتتهد ووقفوا وقفه رجاله. فدلوقتي النظام بتاع السيسي بيعاقبهم، هم يعتبر النظام مش بيعاقبهم هم كافراد، لا ده هو بيعاقب القضاء. طب ما القضاء بتاعك يا عم، كنت خلي القضاء يلغي القرار وخلاص واعمل زي ما انت عملت. انت كده كده بلطجي يعني، هو السيسي بلطجي ونظامه بلطجي، وهم الناس دي كلها بلطجيه واخدين كل حاجه بالدراع. فانت ليه بتوجع دماغك وتخلي القضاء اللي انت اصلا يعني بيحكم بامرك، ليه تخليه يطلع القرار ده وتتفرح الناس وبعدين تيجي تاني يوم تعتقلهم؟ ما انت كده كده عمال تعتقلهم وبتشردهم وبتقتلهم ومهجرهم من سنين. يعني ليه بتعمل الفيلم ده؟ ولا هو عشان ضمير كده، واحد عنده شعر الضمير كده من القضاء ادى القرار ده يا معلم ففضح النظام؟ يعني انت منك فيك، القضاء بتاعك فضحك، مش قادر تستحمل حكم قضائي عادل واحد. ده السيسي ونظامه، انت متخيل؟ يعني السيسي مش قادر يستحمل حكم قضائي عادل اللي هو حق الناس في بيوتها، مش قادر يستحمل. ايه بقى النتيجه؟ النتيجه هات الناس دي يا معلم واعتقلها وطلع عينها بقى، وانت مقلي جماعه محظوره وقلب نظام الحكم وكل بقى. بص رص يا معلم دست التقواضي او تمضي وتتنازل. فربما يكون اصلا الحكم القضائي ده كده ذريعه، الحكم القضائي ده معمول عشان الناس تفرح ويبدا يروح يجيب الناس من بيوتهم ويقوم مدخلهم في قضايا لا نهايه لها. يبقى قدامك حاجه من اتنين، يا تنيك محبوس طول عمرك في السجن، يا اما تمضي يا باشا بالتنازل. مين عارف، لان النظام ده نظام شيطاني وممكن يعمل اكتر من كده. انا شخصيا يعني لا استبعد ده تماما، لا استبعد ده تماما، خصوصا ان منظومه القضاء في ايده. فما يطلع حكم زي كده يبقى هم الناس عايزه تجيبها بشكل تاني. وطبعا شفنا المواقف بتاعت جزيره الوراق كتير كتير بقى، يعني شاهد من ده كتير. ربنا يا رب ينصر كل المصريين واهالينا في العريش يا رب. الناس اللي اعتقلوا النهارده يرجعوا بيوتهم، وكل المعتقلين في مصر يرجعوا لاهاليهم وذويهم ويفرج كربهم يا رب، وتنكشف الغمه عن مصر كلها والسيسي وغرفه ده. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد.